قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فقوله إنا أعطيناك، إن صيغة جمع، وصيغة الجمع يراد منها التعظيم. ولذا عند الترمذي لما جاء المشركون وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فتأتي ضمائر الجمع ويراد منها التعظيم، وهذا مشاهد في واقع الملوك، ولله المثل الأعلى، كأن يصدر بيان فيقال نحن، ويذكر الملك أو الأمير أو الرئيس نفسه، مع أنه فرد واحد، وهذا يراد منه التعظيم. وقوله أعطيناك بمعنى آتيناك، هناك فرق بين أتى وآتى. أتى يعني أقبل، آتى يعني أعطى، وهذا يتنبه إليها في ثنايا قراءة كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر أعطاه الله عز وجل إياه، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. وهذا الكوثر له ميزابان، هذان الميزابان يمدان الحوض الذي يكون في عرصات القيامة. فيكون الكوثر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر الذي يعطاه عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن جاء عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكوثر هو الخير الكثير. فقيل لسعيد بن جبير: كيف يكون هذا التفسير من ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو نهر؟ فقال رحمه الله: إن النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين القولين.